مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هلا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال لأول مرة تبارك الله، يعني قدرت نفطم 24 من صغار الأرانب في نفس اليوم. علاش؟ لأنهم يعني اللحظات ديال التلقيح ديال الأمهات ديالهم كانت في الحقيقة في نفس اليوم. المهم أنني راني هذا النهار بغيت نقدم لكم هذه الحلقة باش نوريكم كيفاش كنفطمهم. يعني الا بغيتوا القيام بنفس هذه العمليه، يعني الا تصادفتوا في هذه القضيه هذه ديال الفطام في نفس اليوم، ما تخلعوش، ماشي تشوفوا بلي راهم غادي تفطموا في نفس اليوم وغادي يعني تدهشوا. يعني كاين المربين المبتدئين اللي غادي يدهشوا، غادي يقول لك انايا كيفاش غادي نتعامل معاهم. اذا الا بغيتوا تبعوا هذه الخطوات هذه. اولا بغيتو بحال هالطريقه هذه، يعني في نفس الوقت يعني تفطموا، عليكم باتباع الخطوه التاليه. كاين اولا تلقيح الامهات في نفس اليوم، يعني باش منين يولدوا عاوتاني في نفس اليوم، واخا يكون بيناتهم واحد النهار ولا جوج ماشي مشكل. كاين ثانيا اختيار الامهات من نفس السن، يعني ماشي تجيبوا امهات يعني كبارين وامهات صغارين، لان غادي يخرجوا لكم واحد التفاوت في الحجم. ان ملي كيكون الام عاد صغيره كتجيب يعني صغار عاد يعني صغارين، يعني غادي يولي شي كيحقر على شي. لاحظوا ان هاد الخلفات هادو عندي ما عنديش يعني تفاوت في السن. ثالثا التلقيح من نفس الذكر، يعني حاولوا انكم تلقحوا هاد الاناث من نفس الذكر. كاين شحال واحد غادي يسولني كيفاش غادي نتعامل معاهم في يعني في يوم التلقيح. هانتوما كما كتشوفوا راني درت لهم علافات طوالين، هانتوما الماء بطبيعه الحال، علافه اخرى هي طويله، هذه غير من الصنع ديالي. راه عندي فيديوهات قلبوا في يعني في القناه ديالي، راه داير كيفاش تخدموا هذا العلافات. هنا راهم كياكلوا يعني الفصه اليابسه، يعني درت لهم واحد هانتوما كما كتشوفوا واحد بلاستيكه، وفي الوسط درت لهم هاد الفصه اليابسه، راهم غير كانوا خاشينها لتحت. هانتوما هاد البلاستيكه اللي درتها غير باش هاد الفصه ما تطيحليش في الاسلاك هكا وتضيع لي. يعني هانتوما كما كتشوفوا راهم هاهي هادي واحد البلاستيكه هانتوما، وما تخافوا عليهم والو. في الليل راني صافي بيتهم بعيد على الامهات ديالهم، والحمد لله راهم اول نهار اللي غادي يتفطموا فيه هو هذا. شحال من واحد غادي يشوف هاد الغبره هذه راه عباره عن نخاله والذره يعني مغربله. يعني غادي نوريكم، عندي الذره من هاد النوع، انتما تبعوا معايا الذره من هاد النوع هذا، غير هي مغربله. يعني ملي تشوفوا هاد الذره هذه كتباعها كيقول لها الذره مفرشه، ولكن كنغرب لها وكناخذ غير الدقيق ديالها اللي هو هذا. اي غير اجتهاد وصافي باش ما يطرالكمش المشكل انهم ياكلوا شي حاجه غليظه. هذا غير التغربيله ديالها ومخلطه مع النخاله. حتى النخاله كتعجبهم، ما دير معها لا ما لا والو، عطيها لهم هكاك راه كتعجبهم. وبطبيعه الحال الفصه غير عطيوهم، ما غاديش تاديهم والو. هذه الفصه اليابسه ماشي الخضراء، انتم شوفوا يعني حاطه هنا كتكرم، هما راه عندي كميات منها. هذه كنحشرها كتكرم في الشمس، انتم شفتوا كيفاش دايره ملي كتكرم، قداش ما كرمت كتكون مزيان. وهنا الخبز اليابس هانتوما راني مقطعو بهذه الطريقه هذه، حتى هو هاد الحبيبات الكبار يعني من هذا النوع، ممكن انا نعطيهم الكبار وكنغربل هذا الشيء وكنشد هذاك التفرتيت ديالو يعني ديك الدقيق ديالو وكنعطيهم الارانب الصغار. ما انتما كما كتشوفوا معايا دابا كنحطهم في الشمس باش يتشمشوا. كاين نكملوا الموضوع ديالنا، يعني راني مدون لكم هذا الشيء في واحد النقط. كاين بالنسبه للمساحه، من الاحسن تكون واحد المساحه صغيره، يعني ما تكونش مساحه كبيره. يعني اذا كانت مساحه كبيره غادي ما غاديش يكونوا مزيانين. هذا الازدحام هذا في الليل اسمه كيوقع انهم كي 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 كيتخشاو بعضياتهم باش يدفاو.
يعني ديك الحنان اللي كيكون عند الام ما يمكنش تشد الصغير بوحدو وتحطو في واحد الجهه على حده وراه غادي يصدق، لا غادي يجمد بالبرد. اما بحال الطريقه هذه كيكون عندهم واحد الاحتواء مع بعضياتهم، شي كيتخشى في شي، وبالتالي كيعوضوا ديك التدفئه ديال الام. التراكم ما تخافوش منه، بالعكس كيزيدهم حتى القضيه ديال التنافس، كيولي كيتنافسوا على الاكل وكيولي كياكلوا بواحد الشراهه اكثر. قداش ما كانوا كياكلوا مزيان قداش ما غادي يكونوا مزيانين. ثانيا كاين ما تعطيوهمش الاشياء يعني الغليظه بحال الحبوب مثلا الذرة ولا هذه غادي تدكم وغادي تحصل لهم. من الاحسن اعطيهم غير الاشياء كما قلنا دقيق، يعني الدقيق ديال شي حاجه. كاين عاوتاني الماء خاصو يكون نقي باستمرار. انتم كما كتشوفوا راه الطاسه عامره بالماء، ولكن ديما حاضيها انه ما يوسخوش فيها وتخليها هكاك تسمح فيها، لا حاولوا انكم ديما تشوفوا تراقبوا الماء يكون الطاسه نقيه مغسوله مزيان باش ما يشربوش داك الماء ملوث موسخ. ومن الاحسن يكون ديال الروبيني، يعني الناس اللي عندهم في العروبيات الماء الا مشى تاكي كان كيتعطي من الحاسي كيولي عندهم واحد احنا كنسميوه البول الاحمر، كيولي عندهم البول ديالهم مدمم، هذاك راه مشكل كبير. حاولوا انكم تجيبوا لهم الماء ديال الروبيني، والماء ديال الروبيني حاولوا انكم ما تعطيوهمش مباشره، لان كيكون فيه ديك كيكونوا دايرين لهم داوينو اليود. المهم ملي كتحلوا الروبيني كتشوفوا واحد الكشكوشه في الاول، هذيك حاولوا انكم ما تعطيهمش مباشره، خليهم باش ما يضرهمش في الجهاز الهضمي ديالهم. كاين قضيه ديال السيكاليم، حاولوا في هذه الفتره ما تعطيهمش السيكاليم. السيكاليم راه مجهد عليهم في هذه الفتره بعد الفطام، هذه الفتره حاولوا تتعاملوا معاهم غير بلاتي حتى يولوا عندهم واحد شهرين مثلا عاد اعطيهم السيكاليم. القضيه ديال النظافه، الناس اللي عندهم بحال هكا الاسلاك يعني مربين بطاريات او ليكاج قفص ماشي مشكل، لان الاسبال ديالهم انتم ممكن كتلاحظوا معايا راه كطيح لتحت، انتم داير لها ميكا لتحت وكطيح لتحت. اما بالنسبه للناس اللي عندهم التربيه الارضيه ديما النظافه، ان هما كيكونوا معرضين اكثر للجرب، خاص ديما النظافه، ما يكونوش مكمكمين في واحد الجهه وانت حاسبهم راهم صافي راهم مدفيين وهم راهم تحت منهم راه كاين الفضائح، لا حاولوا انكم ديما النظافه المستمره اليوميه، خصوصا في هذا لاج هذا يعني بعد الفطام مباشره. حاولوا انكم انا شوفوا كنقلب لهم هذا الشيء باش ما يبقوش غير مخشيين ويقدروا يعني عزكم الله يتغوطوا فوق منهم او يعني الفضلات ديالهم تجي فوق هذا الشيء، لا انا يعني نخلي لهم واحد المساحه هكا فهمتوا، كنحط لهم غير الوسط هذه البلاستيكه هذه انتم ديال بلاستيكه عاديه ديال واحد غطاء ديال واحد السطل وحطيتها هنايا. انتم حاولوا انكم اي حاجه عندكم في الدار تستغلوها، اي شي حاجه في السطح مرميه ممكن تستغلوها، بلاستيكه خشبه اللي كان، وهاد البلاستيكه غادي نحيدها غير يكملوا غادي نحيدها ما نخليهمش بهالطريقه هكا ويطلعوا فوق البلاستيكه ويبقاو يفزكوا فوق منها وداك الشيء يلصق لهم في الرجلين ديالهم وينعسوا فوق منه، لا ديما يكونوا كيتمشوا فوق هاد الاسلاك هانتوما باش اذا كاين شي حاجه شي وسخ طيح لتحت. كاين قضيه عاوتاني واللي في الحقيقه هي مهمه فهاد يعني شحال واحد غادي هذا الموضوع شحال واحد غادي يسولني على اشنو ممكن من الادويه اللي نعطيهم. الادويه اللي تعطيهم كاين جوج حوايج، كاين الخل يعني معلقه ديال الخل ممكن ديروها لهم في لتر ديال الماء، وكاين قضيه ديال البيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم لان في هذه الوقيته هذه الا مشاو تتصابوا لك من انتفاخات مشكل، انتفاخات
الدواء ديالو وهو 4 معالق ديال البيكربونات الصوديوم، راه رخيصه الباكيه ديالها كتباع فرماسيان، يعني ماشي بالضروري انك تمشي عند فرماسيان بيطاري، راه موجوده كاع في الفرماسيانات، واحد الغبره دايره بحال الملح سميتها بيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم راه واحد الكميه كيعطيو بزاف، ب6 دراهم وقيله 6 دراهم الباكيه كبيره و4 دراهم الباكيه الصغيره، كديرو غير وبع، هما راه كيعطيو كميه كبيره، راه واحد الميكه عامره هكا كتعطى في وسط من الباكيه، سميتها بيكربونات الصوديوم، 4 معالق مع الماء، مع لتر ديال الماء او نص معلقه ماشي مشكل، هذيك ما غاديش تضرهم، والخل، الخل ضروري، شحال غادي واحد غيسولني اين النوع من الخل، خل المائده بدون ذكر اسماء، كاين الخل الرخيص، كاين الغالي، كاين داك ديال التفاح، اي حاجه ممكن، المهم الخل ديال العادي اللي كتستعملوه، هذاك معلقه واحده كبيره، لتر ديال الماء، وتعطيهم بهذا الشكل هذا، راها غادي الجهاز ديال الهضمي ديالهم غادي يولي نقي، وغادي يوليو ياكلوا بواحد الشراهه، وغادي يوليو مزيانين معاك ان شاء الله. اذا اي اسئله انا غنحاول فنيا ما تبقى نجاوب على لي كومونتير، كانت عندي شي مشكل في الكونيكسيون، ولكن الحمد لله راني تجاوزت هذا المشكل، غادي نبقى نرد على لي كومونتير ديالكم، انا توحشكم بزاف يعني لي كومونتير شحال هذه ما جاوبت عليهم، غادي نبقى نجاوب عليهم ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بزر جيم، ضروري زر جيم باش 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 تطلع القناه ديالي ونزيد نزيد معكم القدام. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جيم، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.